عليكم المتتبعين لمن طرف ليلى العميرية. الله يحيد هذا الوباء، الله يطلق السراح، الله يحيد هذا الوباء، الله يطلق السراح. بنادم راه توحش، بنادم تصوزر هنا. تحياتي من طاليان حتى المغرب، سلمت على وليداتي وعلى خوتي وعلى الوالدة. وما تنساوش المتتبعين، الله يخليكم ويخلي لكم وتترزا. وما تنساوش ديروا بوني ولايك ليلى العميرية. وتبارك الله عليكم المتتبعين، والله يحيد هذا الوباء، والله يطلق السراح، بنادم مرض، والله يحفظكم. السلام عليكم اخواتي اخواني، لاباس عليكم؟ هانيين، اصخباركم؟ خليت لكم تحية من الوالدة، الله يحفظها يا ربي ويطول في عمرها. الله يحفظ لنا والدينا واخوتنا وليداتنا وزواجنا يا ربي. الله يحفظكم ويحفظ لكم كل عزيز. تحية من سيوة ليلى العميرية. اليوم فلوق جديد او سيوة جديدة، وندير لكم سيوة او وصفة من ايام زمان باقيين كنحافظوا عليها الحمد لله ونديروها. الصراحة هاد الوصفة كنهديها سميتو الخديجية صغار مولودة، دارت شنان تاهي شي شهر دابا، وسيف الدين، خديجة وسيف الدين الله يعطيهم الصحة والسلامة، والله يحفظهم والله يبارك فيهم يا ربي، والله يجعلهم من الذرية الصالحة، وليداتنا وليداتكم وليدات المسلمين. الصراحة ملي درتو خديجة تاهي ما دارتش ليها ما سرش، ما لقاتش تما كيفاش دير فرنسا. ايوا انا جبت القمح الله يقوي الخير، مالي القمح الصراحة رطبته غسلته ونقيته ورطبته وليلة كاملة في الماء، وعود صفيته وعود قلبته على التنقية ودرته في الكوكوت. درت القياس اللي عدي، ما كتشدي عليه في كوكوت مع جوج لترو ديال الماء، شوية الملح وشوية السكر، شديت عليه زوج ساعات حتى طاب. وتابعوا معنا المراحل كلها، وشكرا للدعم ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني ولايك. الله يحفظ امهاتكم وامهاتنا جميعا وابائنا واباكم جميعا، واللي ميتين لوالدين الله يرحمهم، الله يشافينا ويسافيكم، الله يعطينا ويعطيكم الصحه والسلامه وراحه البال. وشكرا لكم بزاف بزاف. ودرنا القمح ديالنا في كوكوت او في طنجره الضغط، كبيت عليه جوج لتر ونص تاع الماء حيت كثرنا. ومن العادات اننا كنفرقوا تما حدا الوالده، طيبنا عند الوالده مع الاخ ديالي، ما كاينينش الجيران بعد شويه. انا تفرقت على جيراني هنايا مع قرابي الباب على الباب، هانتوما كتشوفوا تصبحوا حاضرين الضياف. قلنا اللهم نديروا سرشم، الطريقه النهائيه ديالو هي هذه. وانا تجت عليه هذاك الديكور القرفه وحطيناه مع العسل وسكر كلاصي وكل اللي بغاه، والصراحه كيبغي يتكرحلو. وسمحوا لينا الا كنساهيوكم، هاد الوصفه راه كنديروها للولد او البنت الا سنوا، او نهار الصبوع ديال العروسه نهار التحزم كيديروه ليها. صراحه كيجي لذيذ وعزيز علينا بزاف، معروفه بمنطقه ديال بني عمير. وسمحوا لينا الا كنساهيوكم. وكتدي الجليفه هما دينا الزليف للجيران، كلها تيرزعوا البياض من العادات، كل جلافه كيرزعوا فيها البياض ديال السرشم. الله يعطيهم الخير والله يكبر، المهم كتبقى العادات وصافي. الله يعطيهم الخير وبالصحه والراحه، والله يحفظ وليداتنا ووليداتكم، الله يحفظ امتي محمد اجمعين، الله يرفع علينا وعليكم هذا الوباء يا ربي امين. وسمحوا لينا وقبلوا علينا، وما تنساوش تبارطاجي ودعمونا ولايك، والله يحفظنا ويحفظكم من شر البصر ومن شر الامراض، والله يفرج على وليداتنا وليداتكم وييسر لهم الامور، الله ييسر امورنا واموركم. وشكرا الوالده بزاف بزاف على الدعم ديالك وعلى التحيه، لا لا خطيك علينا، لا حيد بلاصتك. آه يا لالا وصلت على